وعندنا تفاصيل مهمة جدا 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 لعشاق طبعا وجماهير نادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك عايزة تطمن بن شرقي قاعد ولا مش قاعد، هقول لكم قاعد ولا مش قاعد. عايزة تطمن احمد زيزو قاعد ولا مش قاعد، هقول لكم قاعد ولا مش قاعد. كل ده بالصوت والصورة مش كلام بس، لكن احنا عندنا تفاصيل وعندنا كواليس. ايضا احمد رفعت هو واحد من الوجوه اللي عملت يعني مستويات رائعة في كأس العرب، وخلاص يعني قاب قوسين أو أدنى من النادي الأهلي. خلاص أحمد رفعت هيخش في حسابات النادي الأهلي، ممكن تفاصيل صغيرة ورتوش صغيرة بتتم الآن في الكواليس عشان تكمل انضمام أحمد رفعت نجم منتخبنا الوطني، واللي ما خدوش كروش معاه خلاص هينضم أحمد رفعت قريبا للنادي الأهلي في صفقة حوالي يعني هيكون سعرها 18 مليون جنيه وإعارة حسام حسن إلى فيوتشر. دي من الصفقات المهمة جدا. طيب